شوفوا من نقل عندي في الصالة من المكتب حقه. ليكم بس جلابيتي لهذا اليوم، وعندي هذا اللي دائما من زمان امدح لكم اياه، لأمي جابت لي اياه. أهلاً وسهلاً فيكم في اليوم التاسع من رمضان. والله الأيام تمشي بسرعة، الأيام تمشي بسرعة بشكل مرة يخوف. ليكم بس جلابيتي لهذا اليوم تكون هذه لونها أسود وفيها تفاصيل كذا تطريز ذهبي. خدتها من مول اسمه المكان مول، فوق كذا قدام المطاعم في كذا كشكات ناس يبيعون. والله حلوة مرة عجبتني، وديت الخياط ضبط لي إياها شوية، أكتاف ضبط لي إياها مدي ما تجي طويلة. شوفوا كيف حقتها الأطراف من تحت التطريز ويجي كذا مكشكش. بعدين راح ألبس عليها هذا السلسال. أنا أصلا لابسة تشوكر دائما موجود في حلقي، تذكرون اللي وريتكم اياه اول قلت لكم كبير مدري ايش، قصرت وابشركم الحمد لله، فخلاص صار دائما موجود لبسته في صدري. هذه الحلق اللي هي هوبس فوكس، هذه هي، هذه ما هي ذهب، هذه فضه مصبوغه ذهب، بس هذه لا ما هي ذهب. هذه اخذتها ضمن يا من زارا يا من اتش اند ام هوم. بعدين راح احط من هذا المسك، هو من عبد الصمد القرشي، قرب يخلص يا رزة لبنان، بس حقي لليوم بسيط عملي ناعم. اليوم ما راح اطلع من البيت، عشان كذا انا قررت البس جلابية اليوم. لو اني بطلع من البيت البس على طول، اقوم اصحى البس تيشيرت وبنطلون. اليوم ان شاء الله راح تجيني العاملة تنظف البيت، ماخذ شاور، احط مرطب على جسمي وبسوي عناية الروتين حق البشرة، وبعدين شعري راح اظفره، ما راح استشور ولا شيء، بس بجففه بسرعة وراح اظفره كذا، راح اسوي اللي هي اظافير اللي كذا ما اعرف ايش اسمها، بس بحط لكم صورة، راح اسوي زيها اسهل واسرع. ايش البس صندال، ايش رايكم؟ احس هذا اكثر واحد يجي. مرة يليق صح؟ مرة يليق على الجلابية. يلا الحين رح أصور إعلان على سناب شات حقي، بوريكم اختياراتي من موقع أيوة للنظارات والعدسات. حابة أنها تستفيد وتجهز للعيد وتروح على سناب شات حقي تتفرج. اليوم طلبنا فطور من برا، أول ما بدأ رمضان ما أفطرنا ولا مرة من برا، كله دائما يعني إحنا نطبخ في البيت أو ننعزم عند أحد ناكل من طبخ البيت. اليوم من أول ما بدأ رمضان هذا أول طلبي لنا من مطعم تغميس، قلنا تغيير شوية، خلاص شوية كذا من أكل البيت نغير. الحين بروح صحي رامي نايم شوية كذا 5 دقايق وراح يأذن المغرب. رامي بتفطر معايا؟ طيب يلا. من زي ما قلت لكم مطعم تغميس يجنن، نموت عليه انا ورامي. هذا حمص اسمه حمص بيروتي، هذه كبده، وهذه شوربه عدس اتوقع، وهذه فته لبن حاجه زي كذا، اول مره اطلبها. هذه من الاشياء الجديده حقت رمضان. وهذا البيض، بيض بالجبنه، وهذه سمبوسه بالجبنه برضو، هذه من الاشياء اللي جديده، الشوربه والسمبوسه والفته. سويت لي شاهي، الشطه جاهزه، الخبز حار، يا سلام. شوفوا من نقل عندي في الصاله من المكتب حقه إلى الصالة، شوفوا مين عدم الدنيا أسلاك. الحين نوريكم هذا سلك، أوكي هذا سلك وهذا سلكين، تفضلوا هذا السلك الثاني، مددها كلها من المكتب حقه، تفضلوا ما كنت سويت شيء، شوفوا تفضلوا شوفوا هذا هو جالس يلعب. ولا راحت العاملة والحين قاعد يسوي بخور. بنات مرة نفسي أغير هذه المبخرة حقتي، كثير منكم كان يقول لي إيش هذا، أنت جبتي هذه اللي تولع الفحم عشان شيشة ولا شيء؟ لا لا لا، أنا كنت أحط الفحم هنا، شوفوا سطح الفرن حقي وانعدم، أنا ما كان عندي خبرة وما كنت أعرف، فصار في بقعة طالعوا، هذه ترى بقعة فحم. انتبهوا البنات العرايس الجدد اللي أول مرة راح يستخدمون هذا السطح السيراميك الفرن، انتبهي لا تحطين الفحم راح يبقع زي كذا، وانتبهوا حافظوا على الفرن حقكم يكون كذا نظيف. فأنا اشتريت هذه، شفتها عند أختي رنيم، نفس الشيء رنيم عندها سطح فرن، اشتريت زي هذه وخلاص نشغل الفحم هنا أو نولع الفحم هنا. إنه أنا كذا فجأة جالسة أقول ليش ما يعني بدل دي الحوسة طالع الحوسة، أنا مرة ناوية إني أرتب، نفسي أشتري كذا صندوق أرتب ال لا مو كهرباء، والله مو كهرباء، صندوق شو اسمه عادي بس عشان ارتب فيه البخور والفحم وكذا. قاعد اقول ليش ما يكون عندي مبخره كهربائيه، وشوف تجاربكم قبل ما اشتري اكتبوا لي تحت في التعليقات، لما يكون عندي مبخره كهربائيه احط العود على طول يعني او البخور او المعمول بدون فحم، بدون ما يكون عندي حوسه فحم وهذا واللي شغل الفحم ومدري ايش. ايش رايكم يا بنات، قولوا لي نصايحكم، ولا احسن يعني لازم يكون في فحم في البلوج اللي
ما ادري السابق واللي اللي قبل السابق. هذا رامي جاب لي اياه من دبي، والرونق للعطور لبان بالعود. اخذوا لي من قسم ايش اسمه رامي، عالم الاحلام، مو عالم الاحلام، ايش قريه العالم، لا قريه العالميه، قريه العالميه. فهي العمانيه الاماراتي، لحد الان انا ما فتحته، ابغى اجربه معاكم الان. هذا الفخامه للعود، عندهم حساب سوت لها دعم السنه اللي فاتت العيد حق رمضان، يا الله يمسر على الايام. هذا عندي مبثوث الجزيره من العربيه للعود، يجنن ما استغني عنه، مره احبه. هذه امي تجيب لي بخور الماس للعطور، هذا امي تجيب لي دائما من جده، وهذا برضو من العربيه للعود برضو احبه. ايش كمان وعندي؟ هذا اللي دائما من زمان امدح لكم اياه، اللي امي جابت لي اياه من اصغر علي من يوم ما تزوجت، امي دائما تجيب لي من هذا، مو يعني امي جابت لي اول ما تزوجت وانا قمت اشتري من نفسي. وهذا من عبد الصمد القرشي، عود بخور معطر ملكي، برضو واحده من الاشياء اللي مره احبها. عندي برضو هذا من عبد الصمد القرشي بس نقلته من علبه، اذا فاكرين انا وصاحبتي قسمنا الاشياء اللي اشتريناها، يعني هي اخذت شويه وانا اخذت شويه، قسم في علب مختلف، فانا حطيتها في هذه العلبه. هذه العلبه اشتريتها من البحرين، كيف يا جمال وحركات. هذا معمول، رنيم جابت لي اياه من عند واحدة عندها في الشرقية او شيء زي كذا، المهم انا طلبت لي انا وامي ولها. وهذا تخيلوا ابويا جاب لي اياه من ماليزيا زمان، مرة زمان، لحد الان ما استخدمته، حتى استخسر اني استخدمه، احس انه ما ابغى هذا، يعني ابويا جاب لي ذكرى ما ابغى استخدمه. عموما خلص الفحم، بستخدمه اخيرا المبخر اللي جبتها من شي ان، هذه هي، بحط لكم كود خصم شي ان على الشاشة، يخصم لكم 15%، بحط لكم رابط هذا المبخرة تحت صندوق الوصف، اذا تبغون كذا شكل رمضاني حركة حلوة. قطعتين فحم عشان ابغى اقسم، تعلمت هذه الحركة من جارتي الله يسعدها اللي تحت، دائما تبخر الممر حق العمارة وتبخر البيتها، انا بسوي نفس الشيء زيها، هي مدخل شقتي الدور حقي كامل و يدي كلها صارت تسعفلي. اوه كأنه اكلة. بحطه برا عشان اسوي زي جارتي. بالله انت لما تدخل الممر وهي مبخره تدعي لها ولا لا؟ صراحه انا ادعي لها صباح الخير من اليوم الثاني. عاد انا اكلمكم يعني اني ايش؟ يعني اني كنت نايمه وصحيت الحين الساعه 5:30 الفجر اتوقع، يا تقريبا 45 دقيقه تسمعوا صوت العصافير وكذا. انا بسوي نفسي اني توني صحيت بس انا في الحقيقه ترى مواصله لحد الان ما نمت. دائما في رمضان يخرب نومي، بس عشان ابغى اتسحر يخرب نومي، ولا المفروض اني انام واصحى اتسحر وارجع انام، ارجع اتكلم بشويش عشان رامي ما يصحى. مره مسكين نومه مقطع حتى هو، وصار يداوم وصرت اداوم نعسان، ومره جهاد حرفيا الله يعينه ان شاء الله ويعين كل الناس اللي جالسه تداوم. بس حبيت كذا يعني اسلم عليكم في الصباح الباكر لاني بروح انام. اهلا، يا اهلا وسهلا فيكم في اليوم ال11 من رمضان. رامي اليوم راح يفطر مع اصحابه، بلبس وبطلع وباخذكم معايا، بنفطر احنا في المول. با اليوم الجو مغيم، شكل في امطار جايه. والبنات على سناب شات جالسين نتكلم عن احلى القراءات حقت القران الكريم وكذا، تقولهم انه علي الحذافي، طبعا هو اصلا فتحت السالفه عشان واحده من البنات كتبت على يوتيوب حطت تعليقها على سناب شات، وجلست اقول انه انا مره احب القراءات اللي كذا يعني تخليني مسترخيه، دي اعصابي، حالتي النفسية تكون يعني نفسيتي لما أسمع هذه القراءة تكون مستقرة، ما أبغى أحس بالحزن، ما أبغى أحس بالفرح المبالغ فيه، من جد من جد في ترتيلات تحسونها إيجابية مستقرة كذا تخلي نفسيتك كذا مسترخية أكثر. فأنا قلت إنه علي الحذافي ترتيله وقراءته من أفضل يعني القراءات اللي أنا مرة أحب أسمعها دائما. أمي كتبت لي اقتراحات حطيتها على سناب شات، بحط لكم الاقتراحات اللي أمي كتبتها، وكمان البنات حطوا لي اقتراحات أيضا بحط لكم الاقتراحات. واحدة من البنات كتبت علي جابر، وتذكرت قلت يو علي جابر من جد قراءته تجنن، انا مره احب قراءة وصوته مريح، من جد مريح زي علي الحذافي، مره احب كذا اسمع له كذا انام يجيني نوم استرخاء، احب اسمع له كذا شغله في الصاله في الليل كذا قرب الفجر ولا قرب المغرب. يلا ايش نختار؟ نطبق كذا؟ ها؟ اوكي. جينا ناخذ قهوه، طبعا انا ما اشرب قهوه زي ما قلت لكم، بس بشوف لي شيء، يا دي كاف يا مشروب بارد ينعنش، صح؟ وين رايحه؟ ايش راح تاخذين؟
قاعدين نقضي أشياء حلوة. والله توني انتبهنا أنا ميك اب سين أزرق والله. الآن بعد التسوق طبعاً افطرنا خلصنا تسوقنا وجينا هنا على نفس المطعم نفس المول قصدي اللي هو بياتو في بانوراما مول. جينا عشان ناكل خلاص نتسحر نعتبر سحور. أوكي تقول إيوة نعتبر سحور ونرجع للبيت. أهلاً يا أهلاً يا أهلاً وسهلاً فيكم في اليوم 13 من رمضان. آخر جزئية صورتها لكم أظن لما كنت في المول، ما أدري أنا صورت شيء أمس ما أفتكر. عموما هذه مشترياتي حقت المول. أنا اليوم بدأت معاكم في وقت مرة متأخر بس ما تفرق، أبدأ معاكم صباح أبدأ معاكم من نهاية اليوم. من الأشياء اللي اشتريتها من المول هذاك اليوم، هذا محل كذا كوري، هذه صاحبتي اشترتها وقسمت بيني وبينها ميني وايبس، مناديل معطرة بس تجي كذا صغنونة تنحط كذا في الشنطة، عجبتني فقسمت بيني وبينها. اخذت شوية وانا اخذت شوية. بعدين اشتريت هذا الكاب حق الشعر، شاور كاب حق الشعر بس ما راح استخدمه للشاور. لا سلسل ما ببدأ اقول الحين دقيقة. وهذه مناديل اخذتها، مناديل جافة، هذه طبعا انا قلت بحطها في الشنطة وفي السيارة. وهذه اخر قطعة مرة عجبتني، البنات اللي يسوون رياضة شفتوا الحبل الحق النط، هذه نفس الفكرة. اذا كنتي تسوين رياضة مثلا في البيت في مكان ضيق بيعطيكي نفس الاحساس بدون ما انت يعني مثلا انا لما العب انط بالحبل في المكان اللي في مكتب رامي، هذاك المكان قد وريتكم من قبل المخصص للرياضة، يو الحبل ينط مثلا يسقع في الجدار بعدين يسقع يمين يسقع في التلفزيون يسقع في الطاولة، عرفتوا؟ وخلاص مرة يطفشني هذا الشيء. فهذه بتعطيك الاحساس، فيها ثقل هنا كرتين فيها ثقل، شايفين زي هذه البنت اللي جالسه تلعب تنط، راح يعطيك الاحساس كذا كانك تنطين في الحبل. ان شاء الله انه تفسيري لهذه الاداه صح، بس انا اتوقع انا وصاحبتي جلسنا نفسر وكذا قلنا اكيد انه هذا هو التفسير الصح فاشتريتها، مره عجبتني. بس هذه مشترياتي. طبعا انا اخذت شاور الحين، سويت لي جلسه كذا عنايه كذا تنعنش تالفة وما فيها يا بنات، انه انا على سناب شات أم وقبل امس جلست اتكلم معاكم انه اول حاجة ابغى اختار ثلاث اجابات عجبتني مرة من السؤال اللي سألتكم اياه في الفلوج السابق. مين انا بسألكم هذا السؤال وبناء عليه انا بحكيكم ايش صار القصة. انتم من النوع اللي يفضل الصبغات ولا تفضلون الحنة تلوين الشعر؟ اكتبوا لي تحت في التعليقات اين انتم من اي فريق، مع السبب، مع ذكر السبب، مع ذكر تجربتكم. انا جلست اقول في سناب شات حقي اللي متابعيني يجي تابعيني هناك، جلست اتشاور مع البنات واقول لهم بنات انا جلست الين الساعة 6 قلبت نومي خربت نومي هذاك اليوم، جلست الين الساعة 6:30 تقريبا الصباح وانا بس اقرا وافكر انه خلاص ابغى اوقف صبغ شعر لمدة سنة كاملة. شوفوا كيف يعني التفكير حقي، ابغى اوقف صبغ شعر لمدة سنة كاملة وابغى ابدا احني شعري. طبعا انا جلست اقول كيف انا راح اقدر، انا اعرف نفسي قد جربت هذا الشيء من قبل، انا من النوع الملول اطفش يعني، خصوصا الحين اني انا لي سنة من العيد اللي فات انه انا مخصلة شعري ومره عاجبني مره عاجبني شكلي. فروة راسي دمار يا بنات، فروة راسي تغيرت، ما كنت اعاني من الفروة الدهنية السنوات الاخيرة من حياتي، مره صارت فروتي تفرز دهون مره كثيرة، يعني ما ادري اسوي، يعني اترك الجمال والحلاوة وخلاص ابدا اهتم وارتاح فروة راسي ولا ما ادري ايش اسوي، اقسم بالله ماني عارف ايش اسوي. عموما بس اتكلم مع البنات واقول لهم بنات ساعدوني وكذا، وجتني تعليقات تجنن حقيقي، من زمان ما صار تفاعل في سناب شات حقي زي امس وقبل امس، لدرجة انه ما عدني ملحقة اقرا، اقسم بالله ما قدرت الحق اقرا على كل التعليقات. تجاربكم كانت تجنن على سناب شات، كثير بنات قالوا لي رنا بما انك انا خايفة اسوي حنة، لانه طبعا الوحدة اللي متحني شعرها ما تقدر تصبغ بعد كذا، فقالوا لي اذا انت خايفه من هذا الشيء استخدم السدر بدل الحنه، انه يعطيك نفس المفعول تقريبا وخليك على الصبغات، بس انه في نفس الوقت تعالجي فروه راسك بالسدر. المهم جتني تعليقات مره كثير يا بنات، مره كثير، معلش صوت رامي جالس يلعب سوني، قالت انه استخدم السدر، وتحمست قمت على طول امس طلبت من امازون، طلبت لي كيسين سدر اورجانيك، قلت خلاص متحمسه. للاسف كان مره نفسي انها توصلني اليوم عشان كان ودي اجربها الحين وانا مسويه كذا جلسه عنايه لبشرتي، سويت تقشير لجسمي وزي كذا، الحين بس بحط لي زيوت على جسمي كذا، فكنت اتمنى انه يا ليت انه يعني السدر وصل اليوم عشان اجرب واقول لكم تجربتي في هذا الفلوج. طبعا انا قلت في سناب شات البنات قالوا ها ايش قررتي بتحنين، يلا عشان نبغى نبدا مع بعض يا رنا ونبغى نسوي جدول حق العنايه وعنايه مكثفه للعيد وكذا، قلت للبنات قلت لهم بقول لكم ايش قررت في الفلوج، خلاص راح استخدم السدر. بصراحه الفتره الحاليه هذه
ما أقدر أسيب الصبغات، أعرف نفسي يمكن أخاف أطفش إذا حنيت، نفسي أحني أخاف مرة مرة إنه أطفش وأقول لا أبغى أرجع. قلت إنه عشان أبغى أسوي لي ماسكات للشعر، زبادي، زيوت كذا مع بعض أنا وإنتم. إن شاء الله إن شاء الله في الفلوقات الجاية ببدأ أنا وإنتم إن شاء الله مع بعض نحمس بعض نشجع بعض إنه نسوي عناية مكثفة للعيد. اليوم وأمس وقبله كان عاصفة غبار ما هي طبيعية، شوفوا حتى الستارة تتحرك، يعني حتى الشبابيك مقفلة، الهواء جالس يدخل مرة 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 قوي. أمس وقبل أمس يعني أيام متواصلة جالسة أطبخ فطور غدا فطور سحور فطور سحور فطور سحور، خلاص الحين طفشت طفشت طفشت. قلت رامي الحين ما أبغى أطبخ سحور، أنت أطلب أكل، أبغى اليوم يكون كذا خاص فيني كذا، أهتم بنفسي كذا ريلاكس، كذا استمتع. بالكم يوم قلت لكم انه انا ابغى ارتب حقت المنتجات العناية، تذكرون في يا بلوج سابق او اللي قبله قلت لهم نبغى نجلس مع بعض ونرتب. عموما انا سويتها بسرعة، شلت الاشياء اللي انا ما قاعدة استخدمها واللي خلص تاريخها وزي كذا. عندي هذا التونر يا رب اني اخلصه، استخدمه من فترة مرة طويلة، بقيله كذا يمكن 4-5 شهور خلاص لازم ارميه عشان خلاص يكون خلص تاريخه، لاني ترى ما استخدمه كل يوم كل يوم. ايش الاشياء اللي دخلتها جديدة في روتيني، وايش الاشياء اللي أنا جالسة أستخدمها وقبل كل عيد أنا دائما أستخدمها بشرتي؟ خلاص يجي العيد اللي بشرتي تجنن. أول حاجة للحبوب، هذا المنتج جديد، إيش فكرته إنك تحطيه عود الأذان من تحت. تذكرون مرة في فلوقاتي زمان قد استخدمت نفس فكرة هذا المنتج من ماركة ماري ديساك ماري، عموما كان نفس فكرة المنتج. طيب قلت عشان الحين لو طلع لي حبة قبل العيد ولا شيء بحط عليها من هذا المنتج. للعين عندي هذا المنتج، الراس حقه معدني إذا شايفين، يجنن بارد كذا مستخلص من الحلزون، لما أحطه حوالين عيني الله بارد بارد يجنن. وأيضا أخذت من نفس المحل اللي اشتريت منه هذا المنتج، مو واتسونز، موجود في بانوراما مول. صراحة هذا اشتريتها من الشرقية، كنت أحسب إنه بس موجود في الشرقية واتسونز. فيتامين سي لمحيط العين، أنا مرة أخاف من فيتامين سي، بشرتي تتحسس بقوة زاد إنها تبق حبوب، فخايفة مرة إني أستخدمه، بس عاد يعني بجربه الحين عشان أبغى أفتح منطقة تحت العين قبل العيد، أبغى أنورها أضبطها. خلينا أفكه عشان أتذكر إنه خلاص لازم أبدأ أستخدمه الحين، ما بقى شيء للعيد. للشفايف شفايف أحب أستخدم لابيلو، هذا منتج جديد خلاص اللي قبل الله يرحمه، وفي من أيضا هذا المنتج أحب أستخدمه بعد ما أسوي سكراب لشفايفي من إليزابيث أردن، مكتوب عليه 8 hour كريم، لما أحطه على شفايفي يكون كذا حار، يعطي لسعات حارة أظن حركة دم هناك ولا ما أدري. لبشرتي يعني أتوقع قلت في السنة اللي فاتت في فلوج أو إني قلتها في سناب شات إنه أنا دائما قبل العيد أحب أستخدم هذه اللي يسمونها الخلطة الثلاثية، طبعا أنا ما أحب أخلطها مع بعض، بقول لكم كيف طريقتي، يعني ما أخلطها كذا في علبة انتبهوا لا، أغسل وجهي قبل النوم زي الحين، غسلت وجهي استخدمت أداة تنظيف البشرة، بعدين استخدم ديفرنت جيل، ما استخدم الكريم عشان لما جربت مرة استخدم الكريم قالوا انه هو افضل اخف للبشرة طلع لي حبوب، يا هذا هو مقشر يشيل الحبوب من وجهك، بعدين على الاثار فقط، عرفتوا مو كل وجهي بس على اثار الحبوب احط كذا نقط من هذا الكريم اللي هو هاي كوين، مكتوب انه هو مبيض. طيب انا ما ابغى يصير وجهي كله ما ينحط على كل الوجه خطا عشان ما يعطيك رد فيلكسي. بعدين لما اصحى الصباح اغسل وجهي بالصابون، بعدين استخدم دائما يعني يمدحون صراحه هذا المرطب انه عشان ما في العطور وما ادري ايش، فاحب استخدمه اللي هو من بيبنافين. الثلاث الاشياء اللي احب استخدمها على وجهي دائما قبل العيد. بنات انا قلت بس اوريكم عنايتي الحين، ابغى اشوف بس فيتامين سي كيف شكله. كريم ابيض شايفين، اتعطر بهذا العطر بوريكم، شوفوا تبغوني تدلع قدامكم بقول جيفونشي ريحته تجنن، كأنه العطر هذا زي ريحة منتجات لش والله العظيم كأني في محل لش. أبغى أقول لكم على عناية الشعري، كل هذه المنتجات مع المشط أحط لكم الروابط حقتها تحت مع كود خصم أخذتهم من آي هير، هذا المشط يعني إيش أقول لكم يا بناتي، يجنن 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 للشعر إذا كان غرقان، وحتى لو هو مو غرقان والله العظيم يا بنات تغييرك للمشط استخدامك للمشط الصح يعني خطوة مرة كبيرة ومهمة مهمة جدا في عناتك، فأنا أصحكم بهذا المشط مرة عجبني، بحط لكم الرابط حقه تحت مع كود خصم. أوكي هذا منتج لفروة الرأس، ينظف فروة الرأس ويطهرها، للناس اللي عندهم حكة وما أدري إيش، فيه له كافيين وفيه له ليمون وفيه له جينسينج، عشبة الجينسينج أخذته من نفس المحل اللي أخذت منه
الأدوات حقت العناية بالبشرة اللي هو واتسونز، أول مرة أنا أستخدمه وحتى لحد الآن ما فتحته يعني. ريبالانسينج سكالب تونيك، بس أبغى أقول لكم عن المنتجات اللي أنا قد جربتها، وهذه ثاني دفعة أشتريها من آي هيرب ومرة حلوة. بنات اللي يعني يعانون مرة مع فروة رأسهم، سواء كانت مثلا مع الحكة مع القشرة مع زي كذا، هذه من ديرما إي مرة حلوة بنات والله العظيم، هذه ثاني علبان أشتريها عجبني مرة. ايوه زيت شجرة الشاي مخلوط مع اشياء ثانية، مرة حلو يا بنات. تاخذين كذا كم قطرة كذا، اوكي زي كذا، شوفوا حتى حق الراس، بعدين تحطينه كذا بفروة راسك، تحطينه بفروة راسك يجنن. اول شيء تحسين بانتعاش، ثاني شيء تكون زيت شجرة الشاي زي كأنه شعور الفكس، يحط لي كذا على فروة راسك شعور يجنن، منعش منعش منعش، وتهدأ الحكة على طول. مرة مرة حلو بنات، انصحكم فيه للبنات اللي نفس حالتي والله العظيم. الثاني علبة صدق والله، وهذا ثاني علبة نفس الشيء. طبعا هذا في ايش استخدمه، هو عبارة عن البنات اللي نفس حالتي اللي يسوون سحب لون وعندهم لون اشقر او لون فاتح في شعرهم. اذا فاكرين قد وريتكم اني انا قد اشتريت منه شامبو وبلسم للشعر يجنن، اول شيء ريحته تجنن، ريحته في الشعر تجنن كانه عطر، كانه عطر. سترينث كالر كير برايمر وستايلر، كيف كانت عنايتي؟ نحط هذا على فروة الراس، بعدين اسوي مساج لفروة الراس خفيف بدون مو بضفيرك ببطن اصابعك، بعدين ابخ هذا على كل شعري. فمرة ممتاز للي مسوين تخصيل لشعرهم عندهم خصل شقرة وزي كذا، مرة حلو. حتى ينفع قبل الاستشوار، ينفع إذا بتسوين تسريحة لشعرك وكل شيء. فالحين أنا ما راح أستخدم هذا، أبغى أستخدم التونيك ده على فروة راسي، بما إنه اليوم كان المفروض إنه يوصلني الصدر بس ما جاني. بعدين كيف أفكه كذا؟ آه شامبو. شوف يا بنات هذا المنتج حسبته كوري بس طلع صنع في ألمانيا، شايفين؟ شو كيف سحب علي ولا كأن وين فوق؟ قلت له اطلب سحور ولا شيء. أهلا يا أهلا وسهلا فيكم من يوم الجمعة، اليوم 14 من رمضان. قلت أبغى أوريكم الصدر اللي وصلني اللي تكلمت لكم عنه أمس. طبعا في نفس اليوم وصلت أشياء كثيرة بوريكم إياها بسرعة. أوريكم أول شيء الصدر، هذا الصدر مكتوب عليه صدر عربي فاخر، وهذا الصدر أورغانيك، عرفتوا؟ سو هذا هذا الاثنين، هذا عربي وهذا أمريكي. كمان جتني ما أعرف كيف سبحان الله في يومين كلموني اثنين كتاب كتب إنه حبوا يدوني نسخ من كتبهم موقعة. هذا الكتاب الأول اللي هو المرحلة المخملية لهاجر عقيلي، الكتاب موقع ان شاء الله اني يعني اقراه. بحثت عنها وشفت ناس كثير يتكلمون عن يمدحون هذا الكتاب اللي هو من برضو من تاليفها اللي هو خريطه الادراك، هذا هو خريطه الادراك. فشكرا للكاتبه هاجر، ان شاء الله باذن الله اني اقراه كذا افضل يوم واقراه. ثاني من كاتب ثاني نفس الفكره، قال انه يحب يديني نسخه للكاتب محمد عبد الله منصور، سحابه غيث. من كيكو في له ورد مجفف، قاعد اقول هذا انكسر المكياج بس في له ورد مجفف. بلوسمينج نيو بيوتي كوليكشن، اوه يا سلام العيد قرب راح نستخدم اشياء. ايوه حاطين ورد مجفف، شكرا كيكو، متحمسه اني اجرب. وبعدين الصندوق الاخير وصلني من رؤى الطبيعه، الله ليفه مغربيه يا سلام قبل العيد، عناية مكثفه قبل العيد. فلورا ميست عطر، ماسكات مشكلة، زيت ليمون جراس النقي، ما يعرف ايش هذه، ارسلوني منها كثير ببحث عنها واشوف ايش هي، اللي تعرفها تكتب لي تحت. صابون افريقي، وهذا سويت جاردن شكله عطر، واخر شيء وايت مسك، مسك ابيض الصدر لشعري، مره متحمسة. أبغاكم إن شاء الله تشوفون هذه الأشياء استخداماتي لها زي كذا في الفلوق الجاي. احرصوا أنكم مسوين اشتراك للقناة ومفعلين جرس التنبيهات، وأيضا اضغطوا على زر الإعجاب عشان تدعموني وأكمل أكثر واستمر، واكتبوا لي كل التعليقات اللي في رأسكم تحت في صندوق التعليقات. وأشوفكم إن شاء الله على خير في الفلوقات الجاية، مع السلامة.